صور صادمة لأطنان من القمامات هي المشهد الذي يميز كل أحياء مدينة الأخضرية العريقة منذ أزيد من 3 أشهر. السبب غلق مفرغة زبربورة جعل الأخضرية تعيش على ديكور قمامات في كل زاوية، وضعية جعلت المواطن يعيش حالة ذعر جراء الحالة الكارثية التي تعيشها المدينة. هذو دي كارتي دي زونسيا، هذو قدم يجوا الله ماذا بهم يدير لك لاتي شارش هنايا ويخليك انت تعيش في العذاب. انا الخروج ما تقدرش تخرج هنايا مع السخانه ومع الاخر ما تقدرش ترقد ما تقدرش ترقد. نقلنا الانشغال الى البلديه التي اصبحت عاجزه عن تحويل ازيد من 60 طنا يوميا الى مراكز الردم التقني للولايه. احنا الامكانيات اللي عندنا، الامكانيات يعني الماديه يعني شاحنات، ما نقدروش يعني من المستحيل الكميه هذه ندوها يوميا ندوها نفرغوها. قمامات قد تتسبب في كارثه وبائيه جراء التقارير الطبيه على مستوى المدينه. حسب التقارير اللي عندنا تاع الاطباء وتاع مكتب النظافه راه كاين بزاف الاعراض تاع بعض الامراض اللي بدات تبان وزيدها ولا حق العيد. مدينة بحجم الأخضرية تفتقر إلى مركز الردم التقني جعلها تعيش وضعا بيئيا خطيرا، وبخاصة مع مخلفات عيد الأضحى المبارك، فمتى تستفيق الجهات المعنية لتنقذ سكان الأخضرية من شبح القمامة؟